أن لا زالت أموال سوناطراك فتنة عند نوادي كرة القدم الجزائرية، حيث امتدت الانتقادات لتصل إلى الرياضة الشعبية الثانية بالجزائر، ما يضع السياسة الرياضية لأقوى شركة بإفريقيا على كف عفريت. التفاصيل مع بدر الدين حجام. 14 ناديا لكرة اليد يلوح بمقاطعة البطولة الوطنية، والسبب حسبهم شركة سوناطراك. قد يبدو عنوانا غريبا للوهلة الأولى، لكن المتابع لهذه الرياضة وغيرها يؤكد أنه عين المنطق بسؤال تردد كثيرا: كيف لفريق واحد فقط يحصل على الدعم من الشركة الوطنية الأولى في الجزائر دون باقي الأندية؟ كاين فريق وحيد يعني في الجزائر هو اللي يقدر اللي راه يلبي في مطالب اللاعبين، يدي في كل اللاعبين يعني ممتازين يعني يلبي في المطالب تاعهم يعني بمبالغ خيالية. مشكل الرياضة الجماهيرية الثانية بالجزائر سبقته إليه الرياضة الشعبية الأولى، والتي كثيرا ما انتقد مسؤولو ناديها غياب اسم أقوى شركة بالبلد عن قائمة مموليهم، على عكس فئة أخرى من الأندية تتمتع ببحبوحة سوناطراك المالية إلى درجة عجزت فيها بعض الأندية عن تأهيل لاعبيها بسبب الديون. Donc il faut que l'État nous aide comme ils ont aidé le CRB. Il n'y a pas d'autre solution que comme l'État aide les autres clubs, le Mouloudia, les autres clubs. C'est impératif, c'est indispensable. انتقادات بالجملة لسياسة الشركة البترولية رياضيا وصلت حتى الاتهامات بالتمييز بين أندية البلد الواحد، ما يفتح النقاش مجددا حول فاعلية السياسة الرياضية لأقوى شركة بإفريقيا بعدما انتقلت الفتنة من الكرة الكبيرة إلى الكرة الصغيرة. هذه أندية جزائرية والنوادي اللي راهي تدعم من طرف الشركات الكبار أندية جزائرية.